أهلا بكم في قناة باسم يوسف الرسمية. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة باسم يوسف الرسمية. لا تنسوا الاشتراك وضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. علمت من مصادر قريبة من عائلة زوجة البرلماني المقتول وفاء المتورطة في جريمة قتل زوجها أن الأخيرة لا تقوى على النوم داخل زنزانتها الانفرادية بسجن عكاشة. وقالت ذات المصادر إن الزوجة القاتلة لم تتحمل وضعها داخل زنزانة مظلمة بعد 5 أيام وتدخل كل ليلة في هيستيريا من الصراخ، كما أصيبت بانهيار عصبي مباشرة بعدما تم وضعها داخل زنزانة انفرادية بسجن عكاشة بالدار البيضاء. وكانت النيابة العامة قررت يوم الاثنين الماضي وضع قاتل وقاتلة البرلماني عبد اللطيف مرداس بزنزانة انفرادية بسجن عكاشة بعد مطولهما أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء هذا. وتتابع النيابة العامة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل السلاح بدون ترخيص إلى آخره. وهي تهم التي تستوجب الحكم عليهم بالتهم.